يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه، اهلا وسهلا بحضراتكم. 72 ساعه هي الاهم. عارفين حضراتكم لما يبقى في وقت كده بتحس فيه بكل المشاعر المتناقضه، هو ده الوقت ده. انت على اعصابك وبالتاكيد مركز جدا، فما بال حضراتكم بفرقتنا وبنجومنا وبلعبتنا. بالتاكيد في مرحله التركيز كل حاجه مطلوبه، كل تفصيله نشتغل عليها. ونتمنى ان شاء الله باذن الله انه مجهود سيزن كامل الحقيقه ادى فيه النادي الاهلي مشوار الحقيقه عظيم جدا، يكلل ان شاء الله بالنجاح والتوفيق في ختام بطوله دوري الابطال. انت واثق بس قلقان، انت مطمن بس خايف، الاثنين مع بعض الحقيقه في نفس الوقت. على كل الاحوال كلام كتير جدا عن ماتش الاهلي وعن استعدادات النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله في حلقه النهارده، وهيكون معانا انترفيوهين في منتهى الاهميه، واحد من اكفأ المديرين الفنيين لتولوا مسؤوليه النادي الاهلي هيكون حاضر معانا النهارده من خلال الفيديو كونفرنس، راينر تسوبل، وهيكون معانا كمان واحد من نجوم النادي الاهلي معانا في الاستوديو هنا، المدفعجي محمود ابو الدهب. مساء الخير على حضراتكم مره ثانيه، ومساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على حضراتكم. اكيد في حاله من القلق مع الثقه مع التمني ان احنا باذن الله نقدر نضيف البطوله التاسعه لبطولاتنا. وعايزه اقول لحضراتكم واكد لحضراتكم عشان كل الجماهير القلقانه انه في حاله من التركيز الشديده جدا في المعسكر المغلق للنادي الاهلي لفريقنا. طبعا في حاله من التركيز عند اللعيبه، عند الجهاز الفني، قدامهم بس ال 90 دقيقه بتاعت يوم الجمعه ان شاء الله نهائي افريقيا الحلم. كل اللي بيحصل بره، كل الاشاعات، كل القلق، كل اللي بيحاول يصدر صوره مختلفه تماما عن اللي بيحصل في المعسكر مش واصله للعيبه تماما. في حاله من التركيز، في حاله من الانضباط داخل معسكر النادي الاهلي، كله بيفكر بس في المباراه النهائيه، واي حاجه بتحصل، اي اشاعات، دي مش واصله تماما يا احمد. هي الحقيقه تاكيدا على كلامك، ودي كانت حاجه مضايقاني على فكره. يعني يمكن بالنسبه للاهلاويه تبقى مطمئنه، تبقى في سكه الناحيه الايجابيه، لكن انا لفت نظري الحقيقه، ما اعرفش يمكن تكون نظريه المؤامره اليومين دول، لكن انا شايف كم من الانترفيوهات وكم من التصريحات لنجوم كره مصريه ولمديرين فنيين وحتى اجانب. يعني النهارده مثلا بالصدفه خبطت كده في انترفيو مع مدير الفني المازيمبي، المدير الفني لزيسكو الزامبي، الاثنين بيتكلموا على انه فرص الاهلي افضل في الفوز بالبطوله، وانه الاهلي هو الاقدر بحسم لقب دوري ابطال افريقيا. انا الحقيقه الكلام ده في التوقيت ده لا يعني ليا شيء. صحيح انه طبعا يعني بيصبوا في مصلحه نادي الاهلي وده شيء يهمني، لكن يهمني اكتر ما يكونش ليه تاثير على اللعيبه. واللي مطمني انه في حاله عزله تامه مفروضه على اللعيبه. يعني اعتقد انه فريق نادي الاهلي ونجومه ما لهمش اي علاقه بكل ما يثار او يقال في وسائل الاعلام المختلفه، وفي حاله انعزال تماما عن كل وسائل التواصل او عن وسائل الاعلام المختلفه، وده في اطار حاله التركيز اللي كانت ساره لسه بتتكلم عليه. طبعا يا احمد مفيش اي تواصل مع الاعلام، اللي بيتقال انه في حاله من القلق في معسكر النادي الاهلي، ابدا، كل اللي موجود حاله من التركيز والثقه في معسكر الاهلي، وهو ده اللي يهمنا، ويهمنا ان احنا الفتره دي نبقى في ظهر طبعا فريقنا. وزي ما احمد قال، احنا مش بنصدر اي صوره، اي فريق بيوصل للنهائي مرشح للفوز بالبطوله، لكن كلنا ثقه، ده الفرق، كلنا ثقه في لاعبتنا، كلنا ثقه في الجهاز الفني، ان احنا عندنا لعيبه وفريق وجهاز فني عنده من المهاره والتركيز والقوه ان احنا باذن الله نفوز ببطوله افريقيا. الامكانيات الفنيه، التاكتكس، الجاهزيه البدنيه، اللياقه البدنيه للعيبه على الملعب، القدره على قرايه المباراه بشكل كويس وسيرها واحداثها والتعامل مع مستجداتها، كل ده احنا عندنا ثقه فيه، سواء في لعبتنا او في جهازنا الفني بقياده طبعا موسيماني، اللي بيميزه يمكن مش بس خبرته الكبيره جدا في بطوله دوري الابطال، ولا النجاحات اللي حققها مع سان داونز على مدار سنين طويله جدا، لكن كمان هو عنده رغبه في نجاح التجربه مع النادي الاهلي، وده شيء اعتقد هيكون عليه عامل كبير جدا. الاهم من ده بقى، ومن كل الحسابات اللي كلمتوا حضراتكم عليها، والرهان الحقيقي بالنسبه لرجاله النادي الاهلي هي الروح. انا بيتهيالي انه 90 دقيقه دول الفاصل فيهم قبل الناحيه البدنيه والناحيه المهاريه والناحيه الفنيه والخططيه والى اخره، انا بيتهيالي انه الروح عليها عامل كبير جدا، وكل ثقه في ال 11 لعيب اللي هيلبسوا تيشرت النادي الاهلي في المباراه دي، انه ان شاء الله بفضل الروح العاليه يقدروا يحسموا البطوله لمصلحتهم. مهم جدا نتكلم حضراتكم كمان النهارده عن تلاحم المواسم، اللي يمكن فردنا ليه مساحه انا وساره قبل كده في السادسه، واتكلمت ان احنا امام موسم صعب جدا، ارتباطات واجندات دوليه سواء بالنسبه للانديه او بالنسبه للمنتخبات المختلفه، منتخب اول، منتخب اولمبي في السيزون الجاي. ان شاء الله ان شاء الله لو قدر لينا ان احنا نفوز بلقب كاس مصر، نلعب ماتش نهائي يوم 5، يوم 11
على طول يبتدي الموسم الجديد. قرعة الدوري اتعملت النهارده وده يمكن هيكون ليه نصيب من الكلام في السادسه النهارده معايا انا وساره. نبتدي مع حضراتكم حلقه النهارده باهم العناوين. رسميا انطلاق الدوري الممتاز للموسم الجديد 11 ديسمبر المقبل. الاهلي يواجه المقصه في افتتاح الدوري 2020-2021. الاهلي ينعي وفاه نجونجا لاعب سان داونز. في بيان رسمي عماري رئيسا للكاف حتى اجراء الانتخابات. ميلان يعلن حجم اصابه ابراهيموفيتش واحتماليه غيابه 4 اسابيع. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، وخلوني ابدا مع حضراتكم طبعا اخبارنا زي ما عودناكم. رئيس لجنه المسابقات الجديد اكد ان الدوري هينطلق 11 ديسمبر اللي جاي، وقال النهارده في قرعه الدوري ان كل الانديه لازم تعرف صعوبه الموقف، وان الدوري ده هيكون طبعا مضغوط جدا بسبب الارتباطات الكتيرة للأندية والمنتخبات، طبعا مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدوري هيكون مضغوط بسبب ظروف فترة كورونا. عشنا فترة صعبة يا أحمد. طبعا، ونتمنى ألا تتكرر. يعني أنا بيتهيالي طبعا في مقدمات في العالم كله بتقول أنه الأجندة الدولية هتبقى مرتبكة جدا ومضغوطة جدا، خصوصا أنه إحنا عندنا طبعا لو يعني قد ليها أنها تتلعب أولمبياد طوكيو، عندنا تصفيات كاس عالم وكاس عالم وكاس امم افريقيا في 2022، فانت بتتكلمي في جدول مضغوط جدا. وعلى فكره كان في اقتراح ان اتحاد الكره يعني كان اقترح على الانديه انه الدوري السنه دي يتلعب من دور واحد، بحيث انه يبقى في مساحه اكتر، ما يبقاش في حاله الضغط الشديده جدا، لكن كل الانديه رفضت. والدوري هيقام بالنسخه الجديده، يعني هيتم اقامتها على دورين بعد ما رفضت كل الانديه المقترح اللي قلت لحضراتكم عليه اللي كان قدمه اتحاد الكره، انه يبقى الدوري دور واحد وبعد كده يبقى في تصفيات لتحديد البطل وخلاص. يعني اتفقوا في النهايه على انه البطوله تقام او المسابقه تتعمل على دورين، ولكن كان في تاكيد، يعني كان واحد من اهم النقط اللي اكد عليها اتحاد الكوره انه مسابقه الدوري مش هتقف بسبب مشاركه المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو. يعني لو الاولمبياد لعبت في ميعادها ده مش هيكون سبب لتاجيل اي مباراه مهما كان حجم المشاركه او حجم اللعيبه المقيده من نادي واحد في المنتخب الاولمبي. وقال الاتحاد انه مش هيتم تاجيل اي مباراه الا في حاله وجود ظروف قهريه فقط، وده طبعا شيء مفهوم جدا ومطلوب عشان يقدر الاتحاد يحافظ على او ينجح في استمراريه بطوله الدوري الجديد. اكيد. خليني اقول لحضراتكم كمان ان اصفرت قرعه الدوري الممتاز للموسم الجديد 2020-2021، وطبعا اللي هي اقيمت النهارده يوم الاثنين باحد فنادق القاهره الكبرى، عن مواجهه الاهلي لفريق مصر المقصه في افتتاح المسابقه ضمن منافسات الجوله الاولى. كمان اصفرت قرعه الدوري الممتاز للموسم ده عن ملاقات الاهلي للزمالك في الجوله الرابعه على ان تقام مباراه الدور الثاني طبعا في الجوله 22، وجت مباريات الاهلي على النحو التالي. بتبتدي بالجوله الاولى المقصه زي ما قلنا لحضراتكم بالظبط، الثانيه غزل المحله، وبعدين الاتحاد السكندري، في الجوله الرابعه الزمالك، الجوله الخامسه وادي دجله. طبعا ماتشات يعني قويه جدا، وزي ما قلت لحضراتكم في تلاحم شديد في المواسم، لكن الشيء اللي يعني بيتهيألي بيبسط الجمهور انه هيشوف الاهلي بقى في شكله الجديد، هنشوف الاضافات اللي دخلت على الفرقه، الصفقات الجديده طبعا. مش هنقعد فتره، يعني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نختم الموسم بالفوز بكاس مصر، وبعد كده ندخل في بطوله الدوري نشوف الاهلي سكواد الجديده ان شاء الله. الجوله السادسه هيكون سيراميكا كليوباترا السابعه الانتاج الحربي، بعد كده هنلعب البنك الاهلي. كل التوفيق طبعا لكابتن محمد يوسف، نتمنى له موسم كويس. محمد يوسف من يعني الاسماء المخلصه للكيان، ونتمنى له ان شاء الله تجربه ناجحه. بعد كده هنلعب المقاولين العرب. الجوله العاشره هيكون لقاء مع بيراميدز، الجوله 11 مع سموحه، ال 12 مع الاسماعيلي، ال 13 مع امبي، وال 14 مع طلائع الجيش، وبعد كده نلعب المصري، وفي الجوله ال 17 هنلاعب الجونه، ال 16 الجونه، وال 17 هيكون فرقه اسوان ان شاء الله. نروح كمان مع حضراتكم للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وطبعا الساده اعضاء مجلس الاداره والاداره التنفيذيه وقطاعات النادي الرياضيه، اللي بيتقدموا بخالص العزاء لمسؤولي ومحبي وجماهير نادي سان داونز الجنوب افريقي في وفاه اللاعب نجونجا مدافع الفريق اللي اتوفى النهارده الاثنين في حادث سياره، يعني داعيين طبعا ربنا ان هو يرحمه باذن الله. طبعا في علاقات كبيره جدا بتربط نادي الاهلي بسان داونز،
ولو حضراتكم تفتكروا اللعيب ده يمكن كان واجه الاهلي وطبعا قضى فتره طويله جدا تحت قياده المدير الفني الحالي للنادي الاهلي بيتسو موسيماني. كانت اتنقل في الفتره الاخيره او في موسم الانتقالات الصيفي النادي اسمه امازولو، لكن لو تفتكروه لعب في مرتين في مواجهه فرقه مصريه، لعب في ماتش النهائي قدام او في مواجهه النهائي قدام الزمالك اللي كسبها سان داونز، ولعب في مواجهه او نسخه دوري الابطال مش السنه دي، السنه اللي قبلها، في لقاءين الذهاب والاياب قدام النادي الاهلي. المباراه طبعا يعني ما كانتش لطيفه بالنسبه لنا وخسرناها 5-1، وحتى مباراه العوده اللي تعادلنا فيها 1-1 هنا كان هو مشارك فيها. طبعا في اوقات وفي لحظات وفي مواقف بتبقى عظه لمن يعتبر زي ما بيقولوا يعني، بس للاسف الشديد ناس بتنسى. على كل احوال خلص التعازي طبعا لكره القدم الجنوب افريقيه. وبمناسبه الحقيقه احنا كسبنا 1-0 صح، انا قلت 1-1، لا هي النتيجه كانت 1-0. خليني اروح للاتحاد الافريقي بما ان احنا بنتكلم على الكره الافريقيه، وطبعا احنا بنتكلم على واقعه فساد لم يتم البت فيها وحسمها بشكل نهائي، لكن اتحاد كره القدم الافريقي الكاف قرر ان هو يمد فتره رئاسه الكونغولي كونستانت عماري لترأس الكاف لغايه موعد اجراء انتخابات مقرره ان شاء الله تكون في يوم 12 مارس المقبل. البيان الرسمي اللي صدر عن الكاف النهارده بيقول انه احمد لم يعد قادرا طبعا على ممارسه مسؤولياته كرئيس الاتحاد الافريقي بعد ما صدر قرار بايقافه. والحقيقه لجنه الاخلاقيات المستقله بالاتحاد الدولي قررت ايقاف احمد لمده 5 سنوات بتهمه الاخلال بواجب الولاء وتقديم الهدايا والمزايا واساءه اداره الاموال واستغلال منصبه كرئيس لكاف. عمري سليماني النائب الاول لرئيس الكاف هيتولى او تولى بالفعل كان رئاسه الاداره التنفيذيه للاتحاد الافريقي كان بصفه مؤقته لغايه يوم 30 نوفمبر بناء على تعليمات من احمد نفسه، لانه كان يعني اصيب بفيروس كورونا وكان يعني خضع لفتره نقاهه كانت مفترض انها تستمر 20 يوم، فتولى كونستانت سليماني المهمه لحين طبعا كان مفترض عوده احمد لممارسه او تولي مهام منصبه مره ثانيه قبل ما يصدر قرار الفيفا بايقاف احمد لمده 5 سنوات والتحقيق في جرائم الفساد. احنا بنتكلم على جرائم الحقيقه يعني ما كانش حد ممكن يتخيلها او يتصورها في عالم الرياضه. بنتكلم على اهدار مال الاتحاد الافريقي، بنتكلم على سمساره، وبنتكلم على عمولات، وبنتكلم على ملايين الدولارات الحقيقيه اللي اهدرها احمد اذا ما ثبتت التهم عليه بشكل نهائي طبعا اثناء فتره توليه رئاسه الاتحاد الافريقي. انت ايه رايك؟ ملايين، انا بتكلمي في ملايين، واعتقد ده جزء من اسباب او سبب رئيسي من اسباب معاناة الكرة الأفريقية. يعني لما يكون القائمين على رئاسة اتحاد الكرة الأفريقية بيمارسوا هذا النوع من الفساد، انت مش متخيله حجم، سواء فيما يتعلق مثلا، يعني عايز اقول لك في 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 تهمة واحدة من التهم الموجهة ليا سارة كان مفترض انه في عقد توريد مستلزمات يعني للتدريب والى اخره للاتحاد الأفريقي، كان متقدم ليها عرض من احدى الشركات مش هقول اسمها، شركة ألمانية مشهورة جدا يعني انها تورد الحاجات دي بمبلغ تقريبا بنتكلم في 300,000 او 400,000 يورو. تم رفض التعاقد معاها وتم اسناد التعاقد لشركه ثانيه مفترض انه احمد على صله بيها زي ما بيقول الاتهام الموجه يعني، وتم التعاقد مع الشركه دي بتكلفه بلغت كام؟ 12 مليون يورو. فانت بتتكلمي تقريبا عن 36 ضعف، دي واحده بس من قائمه التهم. بس فكره مكافحه الفساد مهمه جدا، يعني فكره انه في قوانين وفي اللي احنا شايفينه والخبر اللي بنقوله ده إن في مكافحة لده إذا طبعا ثبتت التهم عليه بشكل طبعا كبير. طبعا مهم يكون في بقى يعني العقوبة بس مش في إيقاف أو استبعاد أو حتى أن يكون في عقوبة طبعاً جنائية، لكن إزاي ممكن تستردي وإزاي ممكن تمنعي استنزاف الأموال دي اللي بتهيألي أنها لو اتضخت في المكان السليم بتاعها تفرق كتير جدا في النهوض بالكرة الأفريقية. أكيد. خلينا نروح بقى للكرة العالمية يا أحمد، وأعلن نادي أي سي ميلان الإيطالي حجم الإصابة اللي تعرض لها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. يعني يمكن إبراهيموفيتش كان غادر الملعب أو مباراة فريقه قدام نابولي امبارح يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي اللي طبعا حسمها روزينيري لصالحه بنتيجة 3-1 وسجل إبراهيموفيتش هدفين. في بيان رسمي صادر عن النادي نقلت تفاصيله شبكة سكاي إيطاليا، إبراهيموفيتش تعرض لإصابة في أوتار الفخذ الأيسر وهيعاد تقييمه غضون 10 أيام. البيان أضاف أن اللاعب ممكن يغيب عن دعم فريقه لمدة 4
أسابيع، يعني مش هيكون حاضر في مباريات الدوري الأوروبي ضد لال يوم 26 نوفمبر وسلتك 3 ديسمبر، بجانب طبعا مباراة فيورنتينا بالدوري 29 نوفمبر. انت شفتي الجونين اللي جابهم زلاتان ابراهيموفيتش؟ انت ما كنتيش مركزه، بس انا عايز اقول لك الجونين اللي جابهم سواء ضربه الراس اللي في الجون الاولاني تقريبا ضربه راس من على زي ما حضراتكم شفتوها كده من على حدود منطقه الجزاء، تحرك اكتر من رائع، تنفيذ اكتر من رائع، والهدف الثاني كمان التوقع والفينش او اللمسه النهائيه. بنتكلم على جونين ستايل ابراهيموفيتش، الجونين دول مدرسه ابراهيموفيتش، واحد من انا شايفه يعني واحد من اكثر المهاجمين قسوه ومهاره ودراوه ولياقه. وخدوا بال حضراتكم انه ابره قصه اصرار وعزيمه لابد انها تدرس، الراجل ده يا جماعه يعني مشواره في الملاعب اعتقد انه صعب، حد الوحيد اللي ممكن نقدر نقول انه هو ممكن ينافس ابره شويه رونالدو، لكن الحقيقه قصه نجاح واصرار وتحدي اكتر من رائعه. نتمنى له السلامه، انا بصراحه يعني هو واحد من اكتر اللاعبين المفضلين بالنسبه لي. وهو قال لك انا كل ما بكبر بصغر، يعني صحيح. هو حاسس لا وليه فلسفه ولاعيب فذ ولاعيب يعني انا بتكلم دايما على انه الكوره مش بس بتتلعب بالرجل، الكوره دايما في جزء كبير جدا من مشوار نجاح فيها او عمل نجاح فيها مرتبطه بالعقليه، مرتبطه بازاي الواحد بيفكر وازاي واحد يقدر يجدد الحافز بالنسبه له. غروره وتصريحاته بتعجبك؟ هو شويه فيلن يعني ما اقدرش انكر ان هو شويه في حته كده يعني في حته كده قاسيه شويه، ولكنها جزء من التركيبه يعني يعني بعتقد انه، لكن بتكلم على ابره بتكلم عليه كوره بصراحه يعني. بس فكره اصلا انه اللاعب لما بيكبر وبيدي اكتر وما تحسش بفرق السن دي فرق قوي بقى لها فتره يا احمد، يعني لما بنشوف دلوقتي لعيبه سواء بنتكلم على الدوري المصري على فكره والشناوي شفنا الحضري قبل كده، أيوة. ومش الشناوي كمان وليد سليمان وشفنا الحضري قبل كده، او لما بنتكلم على رونالدو عمال يكبر وبرده بيأدي كويس جدا، وميسي واللعيبه كبار وابراهيموفيتش، يعني فكره ان السن مجرد رقم دي حاجه بتطمننا ان الجبنه زي ما هم. بس عشان تترجمي كلمه السن مجرد رقم دي محتاجه شغل ومحتاجه مجهود ومحتاجه عزيمه ومحتاجه قوه ومحتاجه شخصيه ومحتاجه حاجات كتيره جدا عشان محتاجه شخصيه ما بتشبعش من البطولات. ما هو ده فكره ازاي تجددي الحافز، يعني في ناس بتلعب كوره الاول عشان تبقى مشهوره، وفي ناس بتلعب كوره عشان تلعب في نادي كبير، وفي ناس بتلعب كوره عشان تفوز ببطوله مهمه، وفي ناس بتلعب كوره عشان فلوس، لكن لما تحققي كل ده ازاي تقدري بعد كده تستمري وتجددي الحافز عندك، دي بقى محتاجه عقليه مختلفه تماما جدا. نختم مع دوري الهولندي. بتتابع الدوري الهولندي؟ بتتابع الدوري الهولندي؟ يعني بتابع اياكس، لانه اياكس من الانديه اللي بيطلعوا دايما جواهر على مدار تاريخ كتير جدا، وعلى فكره بيقدم في اوقات كتيره، يمكن السيزون اللي فات يعتبر واحد من المواسم دي بيقدم كوره حلوه على مستوى اوروبا. الحقيقه يمكن هنروح لماتش في الدوري الهولندي تفانتي وايندهوفن، المباراه دي انتهت بتعادل ايجابي بهدف لكل فريق، وده خلى الحقيقه يعني الماتش ده احنا شايفين طبعا ده ماتش اياكس دلوقتي. ده ماتش اياكس، واياكس دلوقتي بعد ما فاز بالخمسه اللي حضراتكم هتشوفوهم وتتابعوهم دلوقتي قدر يوصل لقمه الدوري الهولندي برصيد 24 نقطه بعد ما حقق الفوز على فريق هيراكليس. انت بتتابعي بقى الدوري الهولندي ولا اياكس برضو عشان بيطلع مواهب كتير؟ طيب على كل الاحوال انا بشوف انه اياكس الحقيقه من الانديه زي دورتموند زي برضو الى حد كبير ارسنال، في عين خبيره جدا بتقدر تكتشف النجوم والمواهب وتقدمها بعد كده لاكبر الانديه في اوروبا تستفيد منها في بدايتها، وتقدر كمان تستفيد منها من الناحيه الماديه والاقتصاديه انها تعرف تسوقهم بشكل كبير جدا. ولو بصيتوا لاسماء النجوم اللي خرجوا من اياكس على وجه التحديد لكل فرق اوروبا، احنا بنتكلم على يعني منتخب عالم، يعني انا ممكن اقول لحضراتكم اسماء كثيره جدا لعبت في البارسا وفي الريال وفي يوفي، وما زالت الحقيقه المسيره ما زالت مستمره. النهارده عندنا ديونج، عندنا ديبيك، عندنا زياش، دول كلهم خريجي مدرسه الاياكس اللي الحقيقه بتكون مدرسه محترمه جدا. بعد الفاصل طيب. عندنا راينر سوبل على فكره واحد من زي ما كنت بقول لك يا ساره من الاول انه واحد من المدربين هي المدرسه الالماني الحقيقه فضلت فتره طويله مع النادي الاهلي مدرسه ناجحه.
مفيش حد جه زي البرتغالي جوزيه، يمكن نتمنى ان موسيماني يكون استمرار للمسيره وان كان طبعا في تراك افريقيا، لكن راينارد صابر من المدربين اللي عملوا مشوار مهم جدا مع النادي الاهلي، ومن الممكن انه الحوار ده يدينا كمان فيه معادله او يدينا فيه نصيحه مهمه جدا قبل المباراه بتاعت يوم الجمعه اللي جاي. وانا بتفق معاك، هنتابع معاكي ومع راينارد صابر في السادسه بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره ثانيه، وطبعا لما بتكلم على راينر تسوبل بتكلم على واحد من أهم المدربين الأجانب اللي جم مصر، بتكلم على واحد من أهم المدربين الألمان اللي سابوا علامة في فترة تدريبهم للنادي الأهلي، قاد جيل من الأجيال التاريخية، وطبعا ليه مواقف كتير قوي مع جماهير النادي الأهلي ما بتتنسيش، يعني جمهور الأهلي لسه فاكره. خليني كمان أقول لحضراتكم أنه رسميا الاهلي بيتعاقد مع بيكم لمده 5 سنين. طبعا حضراتكم عارفين قد ايه صفقه مهمه، احنا بنتكلم على بيكم واحد من ابناء النادي الاهلي، واحد من ناشئين النادي الاهلي، من وهو في النادي الاهلي واحنا كنا بنقول الولد ده هيبقى حاجه كبيره، ليه مميزات كتيره قوي. لما بنتكلم على التالق الموسم اللي فات مع وادي دجله، لا أدى موسم قوي جدا، لاعب عنده مهارات كبيرة قوي مع المنتخب الأولمبي، كمان بنتكلم على لاعب مميز. أعتقد أنه الفترة الجاية زي ما كنا بنقول لحضراتكم أنا وأحمد من شوية، لا في يعني هيبقى في شكل تاني تماما للنادي الأهلي، احنا بنتكلم على صفقات كبيرة، صفقات تقيلة. الولد ده من وهو في ناشئين النادي الأهلي كان ليه قبل ما يطلع إعارة طبعا ويتم بيعه ويرجع مرة تانية النادي الأهلي يشتريه، كان في باين قوي لما بيبقى لاعب من الناشئين وانت شايف انه ده هيبقى ليه مستقبل كبير، ده لما يبقى في الفريق الاول هيبقى ليه مستقبل كبير. بكره باذن الله هينضم لتدريبات النادي الاهلي بعد اجراء مسحه كورونا ان شاء الله، يكون وطبعا ده للاطمئنان على صحته، طبعا ان شاء الله يكون يعني حاجه كبيره، يكون عند حسن ظن جماهير الاهلي الفتره اللي جايه دي. خليني نرجع لتشابل ونقول لحضراتكم قد ايه المدرب ده كان فارق جدا مع النادي الاهلي او ساب علامه في الفتره اللي درب فيها النادي الاهلي، هو حاليا معانا هنتكلم معاه طبعا على ذكرياته مع النادي الاهلي، شايف الفريق ازاي في الفتره دي والفتره اللي جايه. برحب بيك طبعا في برنامج السادسه. الو الو ساره، تحياتي لك ساره، تحياتي لحضراتكم، اهلا وسهلا. في البداية حابة أتكلم معاك عن الفترة اللي توليت فيها تدريب فريق الأهلي وحققت البطولات معاه، إزاي بتقيم التجربة دي؟ في حقيقة الأمر توليت تدريب النادي الأهلي، كان أخذت هذا الفريق من زميلي العزيز راينا هولمان الذي عدى الفريق جيدا وكانوا لاعبا رائعين، كان هناك لاعبا جيدين جدا، كان فريق جاهز فنيا، وقد توليت هذه المهمة وتواصلت التدريب معهم وحققنا بالطبع بطولة رائعة كثيرة، وكان وقت ممتع لي أثناء توليتي مهمة تدريب الأهلي في هذا الوقت. مين اكتر اللاعبين اللي بتعتز بتدريبهم خلال توليك تدريب النادي الاهلي؟ كان هناك لاعبين كثيره رائعين مثل سمير كمونة، بالنسبه لي كلاعب وسط ملعب، وبالطبع المهاجم الرائع حسام حسن، وليد صلاح الدين هذا صانع العاب اللاعب المهاري بالنسبه لي من الناحيه الفنيه، كان بالنسبه لي وليد صلاح الدين من اهم اللاعبين ايضا ذلك الوقت. طيب انت يعني قمت بتجارب تدريبيه في المنطقه العربيه والدوري المصري طبعا بخلاف الاهلي، اكيد لازم اسالك ايه الفرق بين تدريب الاهلي واي فريق تاني من وجهه نظرك؟ عندما كنت في الإمارات ودربت فرق هناك، بالنسبة لي أنا أرى أن التدريب في مصر والكرة المصرية ومع النادي الأهلي هو الأفضل،
وهذه حقيقة لمستها في فترة تدريبي في الدول العربية وخاصة في الإمارات وفي مصر، فأرى النادي الأهلي وتدريبي للأهلي في هذه الفترة في مصر كانت الأفضل ورقم واحد عندما أقارن. وأرى أيضا ليس فقط الأهلي، فهناك فرق رائعة قوية في الدوري المصري أو في مصر كالزمالك والإسماعيلي. وأيضا عندما توليت التدريب في إيران ليس فقط في الدول العربية، فأرى أن الدوري المصري والكرة المصرية والفرق المصرية هم الأفضل، وبالنسبة لي بالطبع النادي الأهلي رقم واحد. إيه أكتر بطولة بتعتز بيها مع فريق الأهلي؟ يوتاب تيتل ازو البطولة الأولى الدوري المصري لها لمسات خاصة لأنها هي أول بطولة حققتها مع النادي الأهلي عندما توليت التدريب. وهذا عندما كنت مدرب نادي الأهلي، ولكن عندما كنت لاعب كرة قدم كانت هناك بطولة الدوري الألماني بونسليغا مع بايرن ميونخ، كانت بالنسبة لي بطولة هامة أيضا، ولكن مع النادي الأهلي هي البطولة الأولى الدوري المصري، بطولة الدوري المصري. كنت مدرب للأهلي وواجهت الزمالك في مباريات سابقة، وطبعا يعني القطبين هيتواجهوا وجه لوجه الأول مرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا. إزاي شايف المباراة دي فنيا ومدى حظوظ الفريقين فيها؟ ده هذا هو التاريخ، مباريات تاريخية في نهائي بطولة أفريقيا للأندية، عندما يحدث ذلك فهي شيء رائع للكرة المصرية وهذا تاريخي سوف يكتب في التاريخ. في حقيقة الأمر واجهت لاعبين كثيرين في الزمالك عندما كنت مدرب الأهلي، كانوا لاعبين رائعين أقوياء جدا، كان الزمالك يعد نفسه قوية بشكل قوي دائما، وكان لديه لاعبين كثيرين ويتوقعون ويجهزون نفسهم بشكل دائما ممتاز لمواجهة الأهلي، فكانت مباريات قوية تاريخية وتكتب في التاريخ، فأرى أنها مباراة مهمة جدا للكرة المصرية. هل ما زلت تتابع الكرة المصرية في الوقت الحالي؟ للأسف لا أستطيع مشاهدة المباراة من ألمانيا مباشرة، ولكن أقرأ الأخبار وأتابعها بشكل مستمر، ليس فقط الأهلي بل الكرة المصرية والجونة وإنبي، وأتابع الفرق المصرية بشكل دائم، ولكن لا أستطيع للأسف رؤية المباريات بشكل لايف. أقرأ طيب فقط بشكل الأخبار. عام بما أنك قمت بتدريب النادي الأهلي، كنت شايف إيه نقاط القوة في النادي الأهلي أو في لاعب النادي الأهلي بشكل عام؟ إيه الشخصية اللي بيتميز بيها لاعب النادي الأهلي وبتميزه عن أي لاعب تاني؟ عندما نقول ذلك باللغة الألمانية أو بالنكهة الألمانية، فلعيبة النادي الأهلي لديهم الطموح أنهم يلعبون من أجل البطولة، من أجل الفوز، فأنا أميزهم بذلك وأراهم مميزين جدا بذلك، لاعبون يلعبون من أجل تحقيق الألقاب من وجهة نظري. طيب رأيك في اللعب المصري بصفة عامة، وليه الأندية الألمانية يمكن تكون في الوقت الحالي مش بتهتم بضم لاعبين مصريين زي مثلا ما بيحصل في الدوري الإنجليزي أو الأندية الإنجليزية؟ الو يا أشهر زي تفراج
بشكرك تشابل، طبعا كنت معانا في برنامج السادسة الحقيقة، واحد من المدربين اللي جمهور الأهلي فاكر له طبعا مواقف كتير، فاكر له فترة تدريبية كويسة سافية علامة مع النادي الأهلي، قاد فيها جيل من يعني جيل تاريخي، جيل ذهبي زي ما بنقول دايما. بأكد لحضراتكم من بيكم هيلبس تيشيرت النادي الأهلي لمدة 5 سنين رسميا، لعيب جوكر بيلعب ناحية اليمين، نص الملعب، الدفاع، زي ما قلت لحضراتكم موسيماني معجب بيه جدا. وطبعا يعني موسيماني الفترة اللي فاتت شفنا قد ايه هو بيختار اللعيبة اللي هتبقى تحت قيادته الفترة اللي جاية بعناية جدا، يعني مركز قوي في محلل الأداء، بيتفرج بيشوف اللعيبة. بيكم يعني ما فيش كلام عليه، بيكم زي ما قلت لحضراتكم من ولاد النادي، في المنتخب الأولمبي تألق جدا وكان واحد من الكروت الأساسية في المنتخب الأولمبي في الفترة اللي فاتت. في وادي دجلة يعني عامل موسم رائع جدا، لاعب صغير في السن هيقدر يدي جدا مع النادي الأهلي. فكرة أنه هو أصلا ابن من أبناء النادي الأهلي بتفرق جدا، لاعب مدرك قيمة النادي الأهلي، قيمة التيشيرت اللي هيلبسه لمدة 5 سنين، إن شاء الله يكونوا يعني أحسن 5 سنين يدي فيهم أفضل ما عنده بإذن الله، ونشوف أداء كبير جدا منه زي ما احنا ما متعودين، لأن هو من وهو في الناشئين زي ما بقول لحضراتكم كنا كلنا كجمهور بنقول اللاعب ده هيبقى حاجة كبيرة، زي كده ما بنشوف أي ناشئ في لاعب زي ما في عين خطفت مثلا محمد صلاح. بيكم من اللعيبة اللي عندها كواليتي نادرة مش بنلاقيها في أي لاعب، لاعب عنده سرعة، عنده مهارة، عنده تركيز كبير. لما بنقول جوكر يعني أنا شايفة أنه النادي الأهلي الحقيقة جايب صفقات كبيرة قوي الفترة اللي جاية، عشان كده لما بنتكلم على انه الفترة اللي جاية هيكون في شكل مختلف للنادي الاهلي، يعني اذا كان في موسم استثنائي وصعب جدا وظروف كورونا وغيره وتزاحم مباريات وتغيير مدربين، شفنا الحقيقة النادي الاهلي بشكل قوي جدا، شفنا حسم الدوري قبل النهاية ب7 اسابيع، شفنا الوصول لنهائي افريقيا الاهلي والزمالك باذن الله تكون البطولة التاسعة لينا او التانية لموسيماني تبقى لينا طبعا، يعني وكمان شفنا الصعود لنص نهائي كاس مصر. يعني بنقول دايما النادي الاهلي لما بيدخل اي مسابقه احنا داخلين الموسم بننافس على كل المسابقات، احنا ما عندناش فكره الخساره، ما جمهور الاهلي ما تعودش انه في حاجه اسمها خساره، دايما جمهور الاهلي بيطالب اللعيبه، بيطالب الجهاز الفني، بيطالب مجلس الاداره بالفوز بكل البطولات لانه هو اتعود على ده. فاحنا بنتكلم على فتره جايه يعني في موسم استثنائي، وشفنا الحمد لله الانجازات اللي احنا محققينها وباذن الله تبقى اكتر، وباذن الله يكون خلاص الفتره اللي جايه بنحتفل بافريقيا، ده بنتمناه كلنا ثقه في اللعيبه. ولكن لما بتكلم بقى على صفقات خلاص انا بتكلم على بيكم جوكر، طبعا طاهر جوكر وبيلعب في اي مكان ولاعب كبير، وكمان على بدر بنون لما بنقول عليه لاعب قائد وليدر، وان شاء الله نشوف النادي الاهلي الفتره الجايه بالصفقات الجديده بافضل شكل وباذن الله الانجازات تزيد. فاصل وهنرجع نكمل حلقتنا في برنامج السادس. ما شاء الله ما شاء الله، يعني قاذفه صواريخ كنا محتاجين زيها ان شاء الله في ماتش يوم الجمعه، لكن ان شاء الله رجالتنا قدها وقدود. بيشرفنا النهارده في السادسه نجم النادي الاهلي المدفعجي كابتن محمود ابو الدهب، اهلا بيك يا كابتن محمود. حبيبي يا كابتن احمد استاذ سمير، وانا استاذ احمد انا سعيد ان انا موجود معاك، وان شاء الله يبقى وشنا حلو على النادي الاهلي ونتمنى الفوز طبعا للنادي الاهلي. مطمن كابتن محمود؟ طبعا الحمد لله طبعا، لان عندي ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، لان احنا النادي الاهلي يعني شخصيه البطل بتبان في الماتشات ديت، فان شاء الله يعني ان شاء الله مركزين بشكل كبير جدا وفي تفاؤل كبير جدا. لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان احنا اللعيبه يمكن بعيد عن كل اللي بيحصل بره على السوشيال ميديا او التصريحات اللي بتبقى موجوده، على فكره ان التصريحات دي بتبقى صحيه، ان انت بتدي ثقه للعيبه وبتدي شحن زياده للعيبه، عندهم مسؤوليه تجاه ناديهم وتجاه نفسهم ان هم يحققوا بطوله كبيره زي دي، فان شاء الله ربنا يكرمهم ويكسبوا البطوله، يفرحوا جماهير النادي الاهلي ويفرحوا نفسهم الاول ويفرحوا مجلس ادارتهم والجهاز الفني ان شاء الله. ده عن النادي الاهلي بشكل عام طبعا، لكن عن السكواد الموجود، عن التيم اللي موجود والنجوم اللي موجوده حاليا، عن موسيماني بالتاكيد برضو في انت ايه رايك في موسيماني؟ يعني بنتكلم في فتره بسيطه جدا قدر الراجل
يعني مش عايز اقول يحط بصمه لكن يعمل نقله لل لا هو حط بصمه فعلا بالتاكيد. شايف انه حط بصمه. شفنا يمكن احنا شفنا النادي الاهلي قبل كورونا كان ماشي بمستوى كويس جدا مع مستر فايلر، لكن بعد كورونا ممكن يكون المستوى كان قليل شويه، لكن موسيماني اعاد روح النادي الاهلي تاني، اعاد ان اللعيبه الوقت بقى فيه التزام كبير جدا، بقى اللعيبه بتساعد بعض في الملعب بلغه الكوره، انا بتكلم بلغه الكوره، بقى فيه مساعده او بقى فيه حب او بقى فيه غيره على النادي الاهلي وفنانه النادي الاهلي، فدي يمكن احنا لمسناها من مستر موسيماني. الحاجه الثانيه يمكن انا سعيد جدا باختيار مستر موسيماني انه يدرب النادي الاهلي، لان هو راجل برضه عايز يعمل اسم، ان هو راجل يدرب او في حد في افريقيا يجي يمسك النادي الاهلي، دي حاجه في حد ذاتها كبيره جدا. ما استغربتش لما سمعت الخبر اول مره؟ لا طبعا طبعا لا هو لعيب، هو مدرب كبير جدا. أيوة. مدرب يمكن احنا شفنا مدى سعادته، بس بيقولوا كده زي ما بيقولوا من بره المنهج، من بره المقرر. لا حبيبي بص، يعني كانش حد يفكر ابدا ان النادي الاهلي ممكن يفكر في مدرب من افريقيا. بالعكس، النادي الاهلي صاحب يعني الصفقات او صاحب الانجازات او صاحب الحاجات اللي هي يمكن هو اكيد في ناس بتخطط في النادي الاهلي احسن من اي لجنه تخطيط كبيره بقياده الكابتن خطيب والكابتن محسن صالح، ومش عايز انسى حد. أيوة. لكن فعلا بتخطط بشكل كبير جدا، ان اختيارهم لمستر موسيماني كان فيه ثواب كبير جدا، ويمكن بصماته ظهرت في الماتشات اللي احنا اتفرجنا عليها وشفناها، يمكن اعاد الروح للنادي الاهلي بشكل كبير جدا، ولمساته هتظهر ان شاء الله في الماتشات اللي جايه باذن الله. ايه قصه الروح دي؟ انا كنت النهارده بقول يعني بعيدا عن الحسابات الفنيه وبعد بعيدا عن مدى جاهزيه كل فرقه، انا عارف انه بيبقى ليها حسابات، حته اللياقه البدنيه، حته المهارات في كل لعيبه، اللعيبه المفاتيح اللعب، حته الانضباط التكتيكي وتنفيذ خطه ورؤيه المدير الفني، ده كله مهم جدا طبعًا في الكوره وليه طبعًا حساباته. بس انا بيتهيالي ان الروح يا كابتن محمود في طول ال 90 دقيقه قصه ثانيه، وان الروح كانت يمكن انت بالتاكيد في ماتشات وفي بطولات افتكر مع النادي الاهلي الروح بالنسبه لنا كانت هي عامل الحسم. بص يا جماعه، كان انا كان الله يرحمه كابتن صالح سليم على ايامنا لما كان بيقعد معانا قبل الماتشات دي كان بيبث فيك الروح دايما، يقول لك روح الفانيلا الحمراء، ان انت بتلعب عندك مسؤوليه تجاه ناديك وتجاه غير الحاجات اللي حضرتك قلتها، التكتيك والخطه والتشكيل وكل ده. أيوة. لكن نمره واحد روحك ان في الملعب، قتالك في الملعب، احنا كنا بنشوف لعيبه بتقاتل بشكل كبير جدا، فانت النهارده عايز تكسب، النهارده انت نازل في هدف واحد ان انت المكسب، ان انت بتلعب على بطوله، ان انت بتحاول تساعد نفسك، تفرح نفسك، بتعمل انجاز لنفسك بشكل كبير جدا، لكن هي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، روح الفانيلا الحمراء دي بتفرق كتير جدا بشكل كبير جدا في النادي الاهلي. هي روح الفانيلا الحمراء دي يمكن احنا قعدناها، يمكن مستر موسيماني قعدها بشكل كبير جدا، الضغط على الخصم، النهارده الانتشار السريع في الملعب، ان كل لعيب النهارده بقى عارف ان هو ما اداش بشكل كبير جدا هيقعد، فدي حاجه كبيره، خلق منافسه بين اللعيبه وبعضيها. النهارده يمكن الراجل كمان ليه تصريحات كبيره جدا ان هو هيعيد، هو اللي هيختار بنفسه مين اللي هيبقى موجود ومين اللي هيمشي، فهي دي اللي هتفرق مع لعيبه النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. وشفنا الاداء في ماتشين الوداد بره وجوه، ان شخصيه النادي الاهلي بانت في الماتشين دول بالذات، ان انت بتكسب بره، لان انت شخصيه البطل بتبان هنا، ان انت تكسب الوداد المغربي في المغرب وتيجي تكسب هنا ثلاثة، فدي شخصيه البطل او شخصيه النادي الاهلي اللي هو بيحافظ او عاوز ياخد البطوله او بيلعب على البطوله. وهو مشوار الاهلي في افريقيا السنه دي مميز جدا، مميز بشكل يعني كبير جدا، بنتكلم على النهائي ال 13 طبعا النادي الاهلي، وده رقم قياسي طبعًا. لكن احنا السيزون ده مفيش غير ماتش واحد بس خسرناه طول المشوار بتاع النجم الساحلي طبعا، ده انجاز بشكل كبير جدا. ان انت ما هي ماتش ليه ظروفه طبعا كلنا عارفين، ما هي دي اللي انا بقول لك عليها يا استاذ احمد، ان انت شخصيه البطل بتبان هنا، ان انت بتلعب بره زي جوه، يمكن انت بتلعب بره احسن من جوه بشكل كبير جدا، انت بتبقى كسبان وبتيجي هنا مطمن للنتيجه، ان انت بتلعب عاوز تلعب باداء يرضي جماهير النادي الاهلي. الحاجه الثانيه ان جماهير النادي الاهلي طماعه شويه، ودي يمكن حاجه احنا بنسعد بيها كنا لعيبه او كمدربين او اي حد، ان هم عايزين اداء ونتيجه، فدي بتحمل اللعيبه مسؤوليه كبيره جدا. لكن انا زي ما قلت لحضرتك ان شخصيه البطل بتظهر في النادي الاهلي وفي المواقف الصعبه، ان انت بتبقى نازل وحاطط في دماغك هدف، او انت كلعيب حاطط في دماغك ان انت بتلعب على الثلاثه بونت او المكسب، فدي يمكن اللي مين اللعيبه كابتن محمود اللي شفتهم مع تولي موسيماني المسؤوليه حسيت ان هم ظهروا بشكل تاني ومشى تانية زي ما بنقول يعني؟ يمكن انا شفت اللعيبه كلها بامانه. اللعيبه يمكن التكتيك اتغير بشكل كبير جدا، الخطط اتغيرت بشكل كبير جدا، شفت في اللعيبه ان اللعيبه كلها بتساعد بعض في الملعب، يمكن في حاجات كنا بنشوفها ان حسين الشحات لما بيفقد الكوره بيروح راجع بيدافع مع محمد هاني، في ترحيل في الملعب، في التزام من السردباكين اللي موجودين او اي حد بيلعب، في سردباكين موجودين في التزام كبير جدا، يمكن كل اللعيبه ككره جماعيه يمكن
اللي بينزل كمان يا استاذ احمد انه بيأدي نفس الراجل او بيأدي بالشكل المطلوب من الراجل اللي طلع، فيمكن اللجنة الاحتياطي كمان مركز بشكل كبير جدا لما ينزل عارف هو هيعمل ايه. فدي حاجه يمكن انا لما استقف مستر موسيماني وحاجه ساعداني جدا بشكل كبير. بعيدا عن افريقيا خليني اسالك على طبعا يعني انت كنت مدافع كبير جدا وواحد من اهم الاسماء اللي لعبت في خط دفاع النادي الاهلي، ويمكن احنا عانينا شويه بسبب خط الدفاع وتحديدا بسبب اصابات السنه دي. رايك في صفقات الاهلي وابتدي بالصفقات الدفاعيه، بدر بانون والنهارده يمكن كمان كان في احمد رمضان بيكهام. يعني يمكن خليني اقول لك يمكن انا اتفرجت على بدر بانون يمكن من لعيبه كويسه جدا، يمكن عايز اقول لك كمان ان انا من الناس اللي انا لما كنا بنلعب لازم ابدا الكوره من تحت، ان انا كان عندي لعيب كوره كويس، انا عندي ريسيرد باك لعيب كوره بيبقى مدافع جيد وفي نفس الوقت بينقل الهجمه من تحت لقدام، لان النادي الاهلي مش من النوعيه اللي بتشتت او تلعب الطويل، انت لازم محتاج يلعب ان تفتح خط، لو كوره مع الجون لازم ان انا افتح له بشكل يبني هجمه بشكل كبير جدا. ساعدت اكتر بالصفقه بتاعت بيكهام، لعيب كويس جدا كان لعيب من ناشئين النادي الاهلي متربي في النادي الاهلي، زي ما بنقول ان هو شارب المبادئ وقيم النادي الاهلي انه لعيب بطوله، فدي بتفرق معانا كبير جدا. الحاجه الثانيه انه كان بيلعب في انديه اخرى، فاللعيب بقى ليه ثقل، والنادي الاهلي لما يفكر يجيبه اكيد النادي الاهلي محتاجه، فدي حاجه كبيره جدا وان شاء الله تبقى فيه منافسه كبيره بشكل. قبل ما اسمع منك رايك في بدر بانون، لانه ناس كتير جدا اتكلمت على انه الاهلي يلجا لصفقه محترف اجنبي في ناحية الدفاعيه، دي بالنسبه لهم شويه يعني كانوا مستغربينها، خليني اسمع رايك في بدر بانون بس بعد ما نشوف لقاء لاحمد رمضان بيكهام الوافد الجديد، واللي زي ما قالت ساره من شويه في السادسه انه تم التعاقد معاه بشكل نهائي ورسمي منذ ساعات. خلينا نروح الحقيقه كاميرا القناه كانت موجوده واجرت لقاء مع احمد رمضان بيكهام ومع والده زميلنا فاروق صلاح، هنتابع اللقاء ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن محمود ابو الدهب. كل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. واحده من اهم صفقات النادي الاهلي وعوده احد ابناء النادي الاهلي احمد رمضان بيكهام لاعب وادي دجله والمنتقل لصفوف النادي الاهلي، او اللفظ الصحيح العائد الى صفوف واحضان النادي الاهلي. بيكهام برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، يعني برحب بيك في بيتك بالنادي الاهلي، واكيد لحظه من لحظات حياتك السعيده انك تعود من جديد الى النادي الاهلي. حبيبي يا فاروق، طبعا انا طبعا رجعت لبيتي زي ما انت بتقول، وانا فرحان جدا ان انا قدرت يعني قدرت ارجع بيتي تاني بعد سنتين تعبت فيهم وحاربت عشان ارجع بيتي وابقى المسؤوليه. انا طبعا واحد من ابناء النادي قبل اي حاجه، وانا فخور ان انا موجود في النادي الاهلي. بيكهام القصه والبدايه من 8 سنين او 9 سنين ودخول بيكهام للنادي الاهلي، اكيد طموحات مختلفه المره دي، انت بتعود من جديد عندك احلام وطموحات مع النادي الاهلي، لو هنتكلم على القصه من البدايه ووجودك في النادي الاهلي من البدايه في قطاع الناشئين. يمكن انا في النادي الاهلي من وانا عندي 8 سنين 9 سنين، يمكن والدي بصراحه تعب معايا في السن ده لحد سن 15 سنه، كنا بنروح نتمرن 3 ايام في الاسبوع من المنصوره للقاهره، كان معايا موجود كل الثلاث ايام دول بيوصلني وبيجيبني لحد ما قعدت في الاستراحه، استراحه الناشئين في مدينه نصر لحد سن 21 سنه، لحد سن اول حاجه 18 سنه طلعت اعاره حرس الحدود ورجعت السنه اللي بعدها قعدت سنه كمان في النادي وطلعت اعاره تاني وادي دجله، كانت سنه بس بعد 6 شهور وادي دجله خلاص اشتراني يعني من النادي في صفقه محمد محمود، ويمكن بعدها عدى سنه ونص كمان ورجعت بيتي. يعني بيكهام عايز اكلمك في نقطه مهمه جدا واخد منك برضو رساله، يعني بتبقى اللعيب اللي بيبقى اتربى في النادي الاهلي وبيطلع من النادي الاهلي بينتقل لفريق اخر بتحتاج نوعيه لعيب يكون عنده روح وعنده قتال ان هو يرجع مره اخرى للنادي الاهلي، اعتقد بيكهام بيتسلح بهذه الامور. طبعا انت بترجع من النادي الاهلي وبتخرج من النادي الاهلي عشان تثبت نفسك اكتر، لو انت ما خدتش فرصه جوه النادي فانت بتحتاج تلعب في اي نادي تاني عشان ترجع بيتك تاني، عشان المكان اللي انت مولود فيه واللي انت بتحارب عشان تبقى موجود فيه، ومكان اي لعيب في مصر دلوقتي او في افريقيا او في العالم يتمنى يلعب طبعا في النادي الاهلي، نادي كبير، وانا بصراحه حاربت عشان ارجع في النادي. لو عايز اخد منك نصيحه، في لعيبه كتير اكيد بتطلع من النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت ولازم نديهم الامل ان هو يبقى عنده الامل ان هو يرجع مره ثانيه للنادي الاهلي، لو هتنصحه تقول له يعمل ايه او يشتغل على نفسه ازاي؟
طبعا انت لو مالكش مكان جوه النادي، لو ما بتشاركش، لو ما فيش فرصه انك تشارك بصفه اساسيه في النادي الاهلي، طبعا لازم تطلع اعاره. بالنسبه للاعيبه اللي موجوده في النادي لازم تطلع اعاره تجرب سنه واتنين. انت لو بصيت دلوقتي معظم اللاعيبه اللي موجوده في النادي معظمها كانت في النادي وطلعت اعارات ومشيت ورجعت تاني عشان اجتهدت وتعبت، وانت في الاول والاخر ابن النادي، غير اي حد تاني بتبقى متربي على حاجات معينه وتمارين معينه وحاجات جوه النادي. لما بيقارنوك بحد تاني لو انت نفس المستوى وحد من ابن النادي غير حد تاني متربي بره النادي فبيختاروا ابن النادي طبعا. بكم قول لي بقى المفاوضات بدات ازاي؟ مين اللي بدا المفاوضات ومشيت ازاي؟ يمكن بدات بعد بطوله افريقيا بتاعت المنتخب الاولمبي. بدات مع كابتن امير توفيق، كان فاضل مكان واحد في القايمه في الانتقالات اللي بعد البطوله دي، جابوا بادجي، ويمكن كابتن امير قال لي عشان ما فيش مكان تاني فان شاء الله تبقى موجود معانا في الموسم الجديد يعني ان شاء الله. كان عندك الصبر عشان انت واحد من ولاد النادي، وانا عارف انتماء احمد رمضان بيكم للنادي الاهلي، كان عندك الصبر وعندك الانتماء ان انت متمسك بحلمك ان انت راجع للنادي الاهلي؟ طبعا كان عندي ده، اصل ده حلمي، انا طلعت من النادي من هنا عشان احارب وارجع تاني، فده وخدت كلمه من الكابتن امير انت خلاص بيكم انت معانا. خلاص انا يمكن ما كنتش عامل حسابي من قبلها ان انا يعني كنت تعبت سنه ونص وبتاع، بس ما كنتش فاكر ان هي هتجيلي دلوقتي، فيمكن مكالمه كابتن امير طمنتني شويه وخلتني اشتغل على نفسي واتعب اكتر عشان خلاص الست شهور دول لازم اعملهم كويس. مش معنى المكالمه اللي هو خلاص انا موجود في النادي، ما ممكن ابقى وحش الست شهور اللي بعد كده وما ارجعش النادي، بس انا حافظت على مستوايا واديت مع دجله بشكل كويس ويمكن دلوقتي دي النتيجه يعني. طموحاتك الفترة اللي جاية ورسالتك لجماهير النادي الأهلي ورسالتك للاعبين، خاصة إن الفريق مقبل على مباراة مهمة وأكيد حلم من أحلامك إن أنت إن شاء الله لا ياخد بطولة أفريقيا وتكون موجود في كأس العالم للأندية. طبعًا رسالتي للجماهير أول حاجة إن أنا واحد منكم قبل أي حاجة، أنا من وأنا صغير بحضر الماتشات في الإستاد وكنت معاهم في كل لحظة يعني، حتى من وأنا في الناشئين كنا بنروح نتفرج على الماتشات في الإستاد، فأنا بوعدهم إن أنا أبقى قد الثقة بتاعتهم وإن شاء الله يبقى الفترة كلها فترة بطولات. ورسالتي للاعبين طبعًا الماتش الجاي لازم حياة وموت نكسبه يعني، ماتش بطولة. بيكم أنا عايز أروح منك لو أنت النهاردة سعيد فيه على الموجود واحد أسعد منك وهو أكيد أكتر واحد فرحان وسعيد بالإنجاز اللي أنت فيه وعودتك من جديد للنادي الأهلي الحاج رمضان والد بيكم، تقول لي إيه النهاردة و بيكهام بيعود من جديد لبيته النادي الاهلي؟ طبعا دي امل كبير ان احنا ان بيكهام يرجع للاهلي تاني لان هو اصلا ابنه. طبعا النادي الاهلي نادي بطولات، واي واحد اي لاعب يتمنى ان يخش النادي الاهلي، واحمد ابنه هو صغير طول عمره عايز يخش في نادي بطولات ويحافظ على مستواه من هو 9 سنين، واحنا تعبنا معاه وتعبنا ربنا الحمد لله جابه بخير وجابنا الحمد لله يعني ما فيش فرحه احسن من كده. بدأت معاه المشوار من البداية والله من 9 سنين او من سنة 2007 فضلت معاه لما هو عنده 16 سنة لما دخل لما يعني بقى كويس وكنت بروح باجي معاه وتعبت معاه، بس ربنا كلل تعبي بخير الحمد لله. رسالتك الأخيرة ليه تقول له إيه وتنصحه بإيه؟ رسالتي الأخيرة إن هو يعني يجتهد في الملعب ويعني لا مؤاخذة يقول ياكل في النجيل زي ما بقوله يعني علشان يثبت وجوده للمدير الفني بتاعه وعلشان يحافظ على مستواه، وعايزين طبعا النادي الاهلي نادي القرن ونادي البطولات، وعايزين نفرح ان شاء الله في الاهلي تتويجهم 27 الشهر اللي جاي شهر يوم الاحد اللي جاي الجمعه اللي جايه ده يتوج بالبطوله والكاس كمان ان شاء الله. بشكر حضرتك. العفو، شكرا. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقائنا مع احمد رمضان بيكهام لاعب النادي الاهلي العائد من جديد لصفوف وجدران النادي الاهلي. طبعا صفقه من الصفقات المهمه جدا للنادي الاهلي وواحد من اللعيب جوكر يقدر النادي الاهلي يستفيد بيه في اكثر من مركز. طبعا ده في اطار الخطه اللي بتتبعها لجنه التعاقدات في النادي الاهلي ولجنه التخطيط في النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب لتدعيم صفوف النادي الاهلي ابرز العناصر المميزه في المراكز اللي بيحتاجها الفريق النادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق لاحمد رمضان بيكم. اهلا بيك من جديد يا بيكم داخل جدران النادي الاهلي. شكرا زميل عزيز فاروق صلاح، والف مبروك لاحمد رمضان بيكم عودته مره ثانيه للنادي الاهلي. خدوا بال حضراتكم اللي احنا
وبشكر الحقيقه والد احمد، لانه واضح حجم المجهود، واضح حجم التعب. المشوار بيبقى دايما صعب عشان تربي وتصنع وتدعم شخصيه بطل، ده بالتاكيد مجهود جبار. فكل التحيه والتقدير، واتمنى ان شاء الله باذن الله احمد يكون عند حسن ظنك زي ما يكون عند حسن ظن اداره النادي الاهلي وجماهيره، واعتقد ان شاء الله انه مش هيخيب جماهير النادي الاهلي. لعيب مقاوماته كويسه جدا، رساله لكل ولاد النادي الاهلي بالتاكيد. العين اللي اختارت وشافت الخامه وشافت القماشه وقدمت دعم وقدمت تدريب وقدمت احتكاك عشان تكبر وتطلع لعيب كره بشخصيه البطل، مش ممكن تفرط ابدا بسهوله، بس محتاجه تدي الفرصه لكل واحد عشان يثبت نفسه، عشان يعيد اكتشاف قدراته، عشان يرجع للنادي وهو زي ما بيقولوا كده بالبلدي ملي مركزه. مره ثانيه برحب طبعا بنجمنا ونجم نادي الاهلي كابتن محمود ابو الدهب. اهلا بيك كابتن محمود. كنت بتتكلم على بيكهام واحنا بنتابع كلامه، والولد هادي وراسي وواضح انه يعني مجتهد بصراحه. خليني اقول لك انا سعيد جدا يا استاذ احمد، هو ده النادي الاهلي. ان انت اي لعيب في مصر وبره مصر يتمنى يلعب في النادي الاهلي، لان دي شخصيه النادي الاهلي زي ما قلت لك، بصرف النظر عن اغراءات كتير جدا الماديه ولكن انت بتيجي النادي الاهلي عشان تبقى ليك انجازات. ايوه انت تعمل انجاز في النادي الاهلي. انا سمعت كلام والد احمد بيكهام، واحمد بيكهام نفسه كان لعيب في قطاع الناشئين، لعيب كويس جدا، هو لعيب يمكن خرج او طلع اعاره لكن رجع بعد ما اتمرمط في انديه كتير، انا اسف بلغه الكوره. انه بقى ليه ثقل مطلوب يا كابتن محمود طبعا. وعلى فكره يمكن من اللعيبه كويسه جدا وهيلعب منتخب مصر لما يلعب اساسي ان شاء الله ويشد حلو، واتمنى له التوفيق. لكن خليني اقول لك ان انت ممكن تضحي باي حاجات كتير جدا في سبيل ان انت تلبس تيشيرت النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بتيجي اي لعيب رقم واحد ان انت هتلعب في النادي الاهلي بيسالك انت تحب تلعب في النادي الاهلي، ما بتتفكرش في اي ماده او ما تفكرش ان انت هتاخد ايه، انت هتلبس اسم الاهلي كفايه بقى. دي حقيقه على فكره، وهتفضل لحد ما نموت احنا عايشين باسم النادي الاهلي. ربنا يديك الصحه كابتن. بنمشي في الشارع احنا بنقول النادي الاهلي، ولسه الناس بتفتكرنا النادي الاهلي. فالرجوع بيتهيألي بعد الخروج كمان الى حد ما بيدي حته ثقه للاعيب. يعني 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 لما اطلع عشان اخد فرصه والعب في نادي والعب في اثنين والعب في ثلاثه وبعد كده الاقي الاهلي جاي طالبني عشان يرجعني، بيتهيألي وانا داخل لبيتي مره ثانيه ولابس تيشيرت النادي الاهلي بتعلي شويه حته الثقه عند اللعيب. بتحملك مسؤوليه كبيره ان انت النهارده طلعت عشان انت لعيب كويس، ودي بتثبت لك ان انت في وقت من الاوقات ان انت ما كنتش تمشي. لكن لما ترجع بالشكل ده وبشكل كبير جدا وتيجي ترجع في النادي الاهلي وبيختارك مين؟ يعني لجنه محترمه جدا من خبراء كره في مصر ان انت ترجع النادي الاهلي تاني وتلبس تيشيرت النادي الاهلي تاني، دي بتحملك مسؤوليه كبيره جدا تجاه ناديك ونفسك والنادي الاول والنادي بعد. قبل ما اتكلم على بدر بنون محتاج اروح لفصل سريع جدا ونرجع نتكلم على بدر، ويكلمني كمان على طاهر لانه طاهر من الصفقات اللي جمهور النادي الاهلي مستنيها ان شاء الله. شايف واحد يمكن من اللعيبه اللي هتكون مهمه جدا وهتكون مش بس للاهلاويه، للكره المصريه بشكل عام. وايه النصايح اللي تحب توجهها له في بدايه مشواره؟ بس نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم في سلسله مره ثانيه. أنا بيتهيألي إنه لحظة تحقيق الحلم بالانضمام للنادي الأهلي وإنك تلبس تيشيرت نادي الأهلي دي لحظة مش ممكن أبدا حد ينساها، وأنا يمكن هرجع كابتن محمود ليها دلوقتي. بس الأهم من ده إنك أنت تكون عارف إن ده بداية مشوار جديد وبداية تحدي من نوع جديد وبداية تحقيق أو ترك بصمة ما بيسيبهاش غير النجم الكره اللي بجد. يعني انت بمجرد ما لبست تيشيرت نادي الاهلي بقيت نجم، ده شيء ما فيهوش خلاف، لكن ازاي تكون نجم النجوم؟ ازاي تحط البصمه اللي يفتكرك بيها ملايين الاهلاويه، ومش بس الجيل اللي شافك وتابعك وانت بتلعب، لا ده حتى كمان الاجيال اللي جايه بعد منك. فاكر اول لحظه كابتن محمود لبست يعني فيها تيشيرت نادي الاهلي؟ يعني انت رجعتني كمان يا استاذ احمد يعني ذكريات جميله جدا من ساعه ما طلعت من البيت في حلوان لحد ما انا رايح اقابل الكابتن انور سلامه الساعه 7 الصبح. ان انا مش مصدق ان انا داخل النادي الاهلي، دي حقيقه. ان انت هتمسك القلم وتوقع على عقد ان انت هتلعب في النادي الاهلي، ده حلمك من الصغر، ان انت ان انت بتنتمي النادي او بتشجع نادي زي النادي الاهلي، بتتفرج على نجوم كبيره جدا،
فيمكن انا اول حاجه يعني ربنا يديله الصحه كابتن انور سلامه ومسير خير، وكان الكابتن صلاح حسني موجود معاه مدير كوره. يمكن قعدت معاه في المكتب، يمكن قال لي، سالني سؤال، انت تحب تلعب في النادي الاهلي؟ فيعني انا من فرحتي انا مش عارف اتكلم، يعني مش عارف ارد. قلت له يا كابتن بعد اذنك اديني الورق القلم وحياة ربنا بنفس اللفظ، لا اتفقت انا اخد ايه ولا عارف انا هعمل ايه. انا لقيت نفسي بمسك القلم وامضي وسعاده ما بعدها سعاده، لكن دي بتحملك مسؤوليه زي ما قلت لحضرتك زمان. ان انت زي ما حضرتك قلت دلوقتي، النجم اللي بيلعب في النادي الاهلي يكون النادي الاهلي تلبس تيشيرت. لعبت على طول يا كابتن محمود؟ لعبت طبعا، يعني اول ما مضيت خلاص لا كنت اتمرنت، لا كنت انا كنت ساعتها بلعب في نادي المريخ، كان الموسم قرب على الانتهاء، وكان عندنا بطوله عالميه في المغرب اللي هي بطوله العالم العسكريه، اللي احنا الحمد لله يمكن خدناه، ظهرنا بمستوى كبير جدا. يمكن كان من حظي كويس ان كان موجود معايا مجموعه من لعيبه النادي الاهلي، مشير حنفي وده يمكن ده كابتن النادي الاهلي ومنتخب العسكري، كان معانا الكابتن ياسر ريان، كان معانا لعيبه، يمكن الدنيا كان ادوني نصايح كتير جدا. انت جاي النادي الاهلي كنت مضيت، يعني رحت البطوله دي وانت ماضي. انا ماضي فيمكن هم كان بيحمسوني بشكل كبير جدا. خلي بالك اللي موجود، كنت انا وجايب اكرايت، كان موجود الكابتن ابراهيم حسن، لكن كان بيدوني نصايح وانت لعيب، لكن انت في نفس الوقت انت بتثبت ذاتك ان انت جاي على نجم كبير زي الكابتن ابراهيم حسن، فدي بتديك دفعه كبيره جدا ان انت تموت نفسك في الملعب، ان انت تتمرن بدل ما بتتمرن 100%، لا ده انت بتتمرن 200%، عايز تحقق بطولات، عايز الناس تفتكرك وتقول ان محمود ابو الدهب حقق بطولات او ساهم في بطولات مع زمايله، ان ياخد بطولات في النادي الاهلي، فدي كانت فرحه كبيره جدا. الحاجه الثانيه، يمكن انا زي ما قلت لحضرتك، اللعيبه اللي بتمضي في النادي الاهلي انت بتعمل انجاز لنفسك، انت طموحاتك بقت بتعلى، سقف طموحاتك عالي، ان انت بوابه المنتخب بالنادي الاهلي، ان انت لو بتظهر هتبقى كويس، هتلعب منتخب مصر، هتحترف بره، والنادي الاهلي ما بيقفش على حد. فانا دي النصايح اللي انا بديها للعيبه، ان انت النهارده كونك ان انت بتمضي في النادي الاهلي او بتتعاقد مع النادي الاهلي، دي بتحملك مسؤوليه كبيره جدا. إيه انا هاخد بس من كلامك ده كلمه في منتهى الاهميه، اللي انت كنت بتلعبه او كنت بتديه بره 100%، مطلوب منك في الاهلي تديه 200%. ليه يا زعيم؟ اللي انت الاهلي بيلعب على البطولات اللي بيخشها، بيلعب على بطوله، انت بتخش بتلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما الاول. في حاجه الناس ممكن مش فاهماها، او الناس لا، النادي الاهلي عنده روح رياضيه، بيتقبل الفوز وبيتقبل الهزيمه، لكن في نفس الوقت رقم واحد انت بتلعب على الفوز، لان رقم واحد البطوله، سواء لو انت دخلت كاس العالم الانديه بتلعب على البطوله. ما بتلعبش على المركز الثاني او المركز الثالث، هو ده شخصيه النادي الاهلي. طب من بيكهام هروح لبدر بنون، لا رايك فيه؟ لا لعيب كويس، لعيب كويس جدا وهيفيد النادي الاهلي. كنا بنقول قبل الفاصل انه كان في يعني ليه لعيب محترف مدافع، وانه الاهلي عنده يعني في الدفاع لعيبه كتير. خليني اقول لك يا زعيم، يمكن النادي الاهلي، عشان تبقى عارف، النادي الاهلي بيدور في مصر طبعا عن اللعيب اللي هيفيد النادي الاهلي. انا ممكن ما شفتش ان اللعيب يقدر ان هو يسد الفراغ او يسد المكان اللي موجود نظرا للاصابات اللي موجوده. انا شفت ليه ما تعاقدش مع لعيب كويس زي بدر بنون، ولعيب هيفيد النادي الاهلي. ما احنا عندنا علي معلول، اتفرجت عليه على طبعا، لعيب كويس جدا ولعيب، لانه هيلعب مع لعيبه كبيره جدا، لعيبه شخصيتها كبيره في الملعب. احنا عندنا علي معلول ما شاء الله بيلعب باك ليفت، ممكن انا حاسس ان علي معلول من اللعيبه اللي مولوده في النادي الاهلي، شرب النادي الاهلي. انا بكلمك بامانه، شرب النادي الاهلي، مش عاوز يمشي من النادي الاهلي، لان هو شاف النجوميه وشاف التالق في النادي الاهلي. النهارده بدر بنون لما يشوف لعيبه، يمكن شفنا لعيبه كتير جدا توانسه ومغاربه بتلعب في النادي الاهلي، لكن الناس مش عاوز اقول للناس ايه، تقول لك اصل النادي الاهلي اتعاقد مع سيردباك. طب ما انت ممكن ما تلاقيش السيردباك ده موجود في مصر، او بالمواصفات اللي المدير الفني عايزها، فانت بتتعاقد مع واحد زي ما احنا عندنا في الدوري الانجليزي، ما احنا مع احمد حجازي سيردباك ومن اكبر الانديه بتتعاقد معاه، ولاعيب كويس وبيأدي بشكل كبير جدا، ربنا وفقه راح الاتحاد السعودي. فده مش الفكر ده اتغير، الفكر ده بقى مش موجود. اللعيب اللي هيفيد النادي الاهلي وهيدي للنادي الاهلي وهيحقق انجازات وبطولات مع النادي الاهلي هو اللي هيبقى موجود ان شاء الله. الحقيقه الاثنين يكونوا اضافه للنادي الاهلي، وبيتهيألي زي ما كنت بقول لك كمان معاهم طاهر محمد. طاهر لعيب على فكره عنده مهارات وعنده حلول بشكل كبير جدا، اكيد هيفيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا. وانا بقول لك ان مع الاستمراريه ومع الاداء، مع التمرين اللي هيتمرنوه في النادي الاهلي، مع الجديه والمسؤوليه الكبيره اللي هيشوفوها في النادي الاهلي، اكيد هيبقى لهم شان كبير جدا وهيفيدوا النادي الاهلي ومنتخب مصر في الفتره الجايه. عايز ارجع لماتش نهائي دوري الابطال مره ثانيه،
وايه اللي ممكن يكون بالنسبه لك حته مثلا فيها قلق؟ يعني بدايه مثلا شايف انه الزمالك فيه عناصر خطوره لازم نشتغل عليها، مين بالنسبه لك ممكن في الزمالك يكون مصدر خطوره؟ مين ممكن؟ انت طبعا مدافع عارف الفراوده عندهم مثلا طبعا. عندهم مصطفى عامل سيزن طبعا. حلو، وعندهم بن شرقي عامل سيزن حلو، شايف الشغل عليهم بالتاكيد نظره المدافع للاعيب الكره المهاجم بتبقى مختلفه. يعني انا اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي تقعد مع بعضيها كتير جدا بعيد عن المدير الفني، لازم يذاكروا فرقه الزمالك بشكل كبير زي ما احنا كنا بنعمل مع كابتن شوبير كابتن عصام، احنا كنا بنقعد نذاكر الفرقه اللي قدامنا، بنذاكر اللعيبه اللي هتلعب علينا، فدي يمكن كان بتدينا حماس بشكل كبير جدا. على فكره احنا كنا بنقول للبعض مين اللي يمسك ده ومين اللي يمسك ده في لعيبه الزمالك. انا اتمنى ان اللعيبه الكبيره تقعد مع النادي مع بعض كتير جدا ويتكلموا مع بعض. مين شايفه في الاهلي لازم يعمل الدور ده فتره؟ لا في لعيبه يمكن يمكن انا شايف ان في موجود وليد سليمان لعيب كويس، عمرو السليه، كل اللعيبه على فكره، كهربا، الناس الكبيره، لان انت عايز تحقق بطوله، ان انت عاوز تنهي المشوار الطويل ده كله او السيزون ده كله ببطوله محببه ليك، ان انت عايز ان انت من اول سنه من بدايه الموسم انت مركز على بطوله افريقيا. لكن انا شايف ان فرقه الزمالك، خلينا نكون منصفين، الزمالك عامل موسم بشكل كبير جدا كويس. عنده لعيبه كويسه جدا، عنده الخط الامامي كويس جدا، بن شرقي، وعندك مصطفى محمد، وعندك زيزو، لازم يكون في تركيز عليهم كويس جدا، ويكون في مراقبه لصيقه ليهم ان هم ما تديهمش مساحات بشكل كبير جدا. هو ده يمكن التركيز اللي احنا بنقوله. حاجه ثانيه ان لازم نتكلم مع بعض، فرقتنا في النادي الاهلي لازم نتكلم مع بعض بشكل، الاثنين ان شاء الله اي اثنين سيرد باكين هيلعبوا او خط الدفاع بشكل كبير جدا يكون مركزين بشكل كبير جدا، ان احنا طول ما احنا ما بيخشش في الجون انت تقدر تجيب جون ان شاء الله. لكن انا عندي الحمد لله ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله ان احنا نكسب ونفرح جماهيرنا ان شاء الله يكون قد الثقه فيه. بعيدا عن الكوره شويه والمنافسه، يعني انا هطلع لحته للاسف يمكن مش حاسس ان الناس مهتمه بيها قوي الفتره الاخيره، فكره انه على ارض مصر بنستضيف حدث في منتهى الاهميه طبعا. هو حدث رياضي بس هو طبعا. في النهايه حدث مهم وهيبقى في تركيز عليه يعني طبعا. بشكل كبير من طبعا. كل دول المنطقه ومن يمكن مش هبالغ لو قلت حتى من كل دول العالم طبعا. هتبقى بتسلط الضوء على الماتش النهائي، خصوصا انه طبعا. لاول مره فريقين من دوله واحده بيلعبوا طبعا. مباراه نهائيه. فبالتالي انا بيتهيألي في مكاسب كتيره جدا بره حته الحصول على اللقب طبعا. ايه اللي تطلبه من اللعيبه ومن المسؤولين في الناديين في الفتره اللي جايه دي ال 72 ساعه اللي قبل الماتش دول واثناء المباراه عشان الصوره تطلع حلو، صوره مصر، لا الاهلي ولا الزمالك، انا بتكلم على صوره مصر، احنا عندنا تابلو بصرف النظر طبعا. مين هيكسب طبعا. مين هيخسر طبعا. عندنا تابلو كده وفرصه حلوه جدا نطلع قدام العالم كله بشكل الناس تقول الله البلد دي بلد محترمه والشعب ده شعب صاحب حضاره ودوله دي فعلا دوله عظيمه. يعني خليني اقول لك يمكن هي بطوله يمكن اول مره تحدث في التاريخ ان انت فرقتين في افريقيا يوصلوا للنهائي، اهلي وزمالك، ودول ناديين كبار جدا، يمكن زي ما قلنا بيتنافسوا على الدوري في مصر والكاس، يمكن لهم شعبيه كبيره جدا في مصر. انا اتمنى ان انا يكونوا عند حسن ظن مصر الاول، جماهير مصر الاول، جماهير الناديين، انا اتمنى ان تكون في صوره تذكاريه بين الاثنين. انا يمكن انا بطلبها او بتمناها طبعا، اللعيبه يكون عندنا نهدى شويه في التصريحات بتاعتنا، نتكلم باسلوب كويس، لان ده بتنعكس بره يا استاذ احمد من اللعيبه. النهارده احنا كلنا زمايل، اللعيبه بتاعت الزمالك ولعيبه الاهلي كلهم اصحاب بره على فكره، بيلعبوا في منتخب مصر بيمثلوا مصر مع بعض، ولما لعيب الاهلي بيجي والله شفناهم كنت لسه بقول على اللقطه دي يعني حتى ماتش توجو لما ماتش توجو هناك لما كسبنا 3 ورغم ان الماتش قريب جدا من ماتش دوري الابطال وفي في المنتخب اهلي وزمالك، لكن فرحه الولاد ببعض وقربهم من بعض، الحساسيه دي انا بستغرب يعني اذا ما كانتش يعني اكتر الناس ممكن تحس بالمنافسه وحميه المنافسه الحساسيه دي بره الملعب هو ده اللي بستغربه يا كابتن، لكن انت في الملعب احنا اصدقاء وبنخاف على بعض بشكل كبير جدا، زي ما حضرتك قلت دلوقتي في ماتش دوجو تلاقي لعيبه الاهلي مع الزمالك احنا تيم واحد جدا. انا ما بقولش انا بلعب في الاهلي وده ولا الاسماعيلي وده بيراميدز، لا انا بقول ان انا بلعب في منتخب مصر لعيبه الاهلي والزمالك، اتمنى يبقى منظر حضاري وده هينعكس في ماتش الزمالك والاهلي اللي جاي، ان انت في الملعب لعيبه هتبقى شكلها ايه في الملعب، هتأدي بشكل محترم، لازم نسلم على بعض، النهارده اللعيب لو وقع لازم اقومه، لازم اسلم عليه، زي ما حضرتك قلت ده العالم كله هيتفرج على المباراه ديت وهيشاهد المباراه دي، لازم نثبت للعالم كله ان احنا عندنا تحضر وعندنا متعه، وفي الاخر في الكوره في غالب ومغلوب،
المغلوب هنقول له هارد لك والكسبان هنقول له مبروك، لكن اتمنى ان احنا نخرج بشكل حذاري وشكل محترم يليق بمصر اولا يعني. اتمناها الحقيقه بالسهوله اللي حضرتك قلتها دي. وخليني اقول بمناسبه واحنا بنتكلم مع كابتن محمود دلوقتي، يمكن كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي يمكن كان ليه جوله النهارده، حضرتكم عارفين النهارده اليوم الاول للجمعيه العموميه في النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب يمكن على الهواء من لحظات ومع العميد محمد مرجان طبعا اهو، واعتقد في الخلفيه ورا برده في محمد الجرحي موجودين وعدد من اعضاء مجلس طبعا. الاداره يمكن بيتفقدوا اليوم الاول لسير عمليه الانتخابات في الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه طبعا بتعمل على مدار يومين، النهارده هو طبعا اليوم الاول اللي بتنعقد، ده مناقشه ميزانيه بتنعقد فيها في يومها الاول النهارده، وطبعا كابتن محمود الخطيب واعضاء المجلس بيتفقدوا الاجراءات المتبعه خلال اول ايام الجمعيه العموميه الخاصه بمناقشه ميزانيه النادي الاهلي. طبعا مهم جدا بيبقى يعني، انت كنت واحنا اثناء الفاصل كابتن محمود كنت بتتكلم على الدعم اللي بيقدمه دايما، ودائما الحقيقه على مدار التاريخ يعني، انا كنت بحضر قريب في النادي الاهلي المؤتمر الرسمي للاعلان عن التعاقد مع موسيماني جنب القاعه بتاعه المؤتمرات اللي كانت يعني بتنظم فيها الحدث، كان في الهول كده صوره او مجموعه صور لرؤساء النادي الاهلي. الاهلي على مدار تاريخه يعني قامات كبيره جدا ومشرفه جدا تولت رئاسته، ودايما رئيس النادي الاهلي بيكون ليه دور في الـ في الـ يعني في الايام الحسم اللي زي دي. اكيد اكيد اي رئيس نادي بيجي النادي الاهلي اكيد بيبقى ليه دور ويبقى ليه لمسه، هو جاي لمصلحه النادي الاهلي، جاي للكيان مش جاي للاشخاص او مصالح. انت الفتره اللي كنت فيها كان كابتن صالح، الله يرحمه كابتن صالح سليم، يعني الله يرحمه، يمكن احنا كنا سعداء جدا. يمكن انا افتكر حاجه كابتن صالح سليم لان بيدي الدعم للعيبه او للنادي، هو دايما احنا عارفين يا استاذ احمد ان النادي الاهلي الاداره اداره والجهاز الفني جهاز فني واللعيبه لعيبه. أيوة. يعني كل واحد ليه اختصاصه او ليه دوره في الملعب، في فصل تام، في فصل تام. انت عندك في حاجه على فكره واحد من اسرار نجاح النادي الاهلي طبعا، وصعب جدا تلاقي ده في المنظومه في انديه يعني. في انا احكي لك موقف حصل معانا، يمكن كان جالنا مستر هاريس، ألين هاريس طبعا مدير فني انجليزي، المدربين الانجليزي اللي هم كانوا عندهم شخصيه قويه جدا ومدرب كويس. يمكن كان حصل حاجه ان هو كان لما جه قال لك انا عاوز اغير الطريقه، عاوز يغير الطريقه من 3 5 2 يلعب بطريقه 4 4 2. الطريقه دي كان بتحط لنا في حاله هجوم بشكل كبير جدا، وكنا بنهدف في التسعينيات، في بدايه التسعينيات 93 93 4 3 5 2 هي اللي مسيطره على الكره المصريه، كان لكن هو عايز يعيد الخطه بشكل كبير 4 4 2. انت كده كده النادي الاهلي بطل او بيلعب على البطوله، فهو عايز يزود الناحيه الهجوميه بشكل كبير جدا، فقال لك انا مش محتاج ان انا العب ب 3 5 2، انا عايز لان كل الفرق اللي كان بتلعبك ايوه 3 دي كان بيبقى فيها مركز الليبرو دايما لكن هو كان عاوز يلغي الليبرو بشكل كبير. يلعب الجول كيبر في الوقت ده كان كابتن شوبير، برافو عليك، لان انت كانت البدايه ان انت بقيت لعيب الجون كيبر بقى لعيب كوره، ان انت تقدر ما يقدرش لو تكمل مع ما يمسكش الكوره، فانت كان بيلعب زي ما بيعمل الشناوي. يمكن انا سعيد جدا بالشناوي ان هو بقى في حاجات او بيعمل اسلوب اصلا ان انت عامل اتنين اسيست عالميين فالراجل ده يمكن لما جه قعد معانا كلعيبه قال لك انا هلعب بطريقه 4 4 2، فده عملها بشكل كبير جدا. فالطبيعي ان هيحصل اخطاء لان انت لسه ما خدتش على الطريقه او ما تعودتش عليها. هو جاي غير في نص السيزون ولا في بدايه السيزون؟ بدايه السيزون. فابتدينا نكسب يعني، كسبنا الزمالك ساعتها 3-0، كسبنا الاتحاد 4، كسبنا المنصوره، فانت بتجيب اجوان، فالطبيعي ان انت بيخش جون، فالناس ابتدت تهاجمه، الاعلام بالذات ابتدى يهاجم. فالكابتن صالح سليم قال لهم انا مش النادي الاهلي، النادي الاهلي طول عمره عنده استقرار وعنده الادوات بتاعته. ده ردا على الهجوم يعني اللي حصل على، لا ده على فكره ده جدد الثقه في مستر هاريس وقال له انت موجود معانا لنهايه عقدك. أيوة. وهتفضل موجود. انا قال لهم كلمه واحده، قال لهم انا ما اقدرش يمشي مدرب عني او مدير فني في نص الموسم. الراجل لما قعد معانا كلاعيبه يمكن اقتنع ان احنا نلعب بطريقه 3 5 2 وقعد 3 5 2، يمكن حققنا بطولات في السنتين دول يا استاذ احمد لا تتخيلها، خدنا بطوله الدوري والكاس، وخدنا البطوله العربيه الابطال الدوري، وخدنا كاس افريقيا. يبقى الراجل ناجح، يبقى الناس اللي كان بتهاجم زي ما انا بقول لك النهارده بدري بانوني ازاي يجي سيرتباك ويلعب ده موسيماني ازاي؟ ما ده انت النهارده، ما احنا يعني مش عايز اقول في مصر احنا ما بيعجبناش العجب، لكن انت عندك النادي الاهلي. لا بس هي سكه شهره حلوه برضه كابتن محمود طبعًا. يعني لما تهاجم كيان كبير زي النادي الاهلي يعني ما ينفعش اجي مع حضرتك النهارده اقول 1 2 3 والحلقه
جاي اقول حاجه عكس اللي انا بقوله، ما انا خليني ثابت على المبدا بتاعي. انا دايما بقول ان النادي الاهلي بيختار صح، بيختار لمصلحه النادي الاهلي، بيختار لمصلحه فرقه النادي الاهلي. النادي الاهلي بيلعب اللي شايفه صالح للنادي الاهلي هو اللي هيبقى موجود وهو اللي متواجد. اكيد الناس دي ما بتهزرش او ما بتفكر بشكل كبير جدا، وقبل ما بيفكروا في لعيبه اكيد هو بيتكلم على المدير الفني، احنا عندنا فلان وفلان وفلان. والنادي الاهلي من النوعيه اللي هي بتقفل اي صفحات لان عنده ماتش مهم او عنده بطوله مهمه، فاكيد بعد البطوله او بعد الماتش ان شاء الله اكيد النادي الاهلي والجهاز الفني والمجلس الاداره هيقعدوا مع الراجل ويشوفوا احتياجاته في وقت من الاوقات. يعني انا مش في دي بقى، يعني مش عايز قوي ابقى تحت نظريه المؤامره، بس عايز اشوف انت قريتها ازاي. يعني كانه في حمله بتستهدف الفريق بتاع النادي الاهلي، بتكلم عن فريق كره القدم تحديدا، يعني سواء بانك انت تخطف بالفعل نجوم الفرقه او تدخل على صفقات النادي الاهلي اعلن عنها او بيفوضها، او انه حتى على اقل تقدير حتى الصفقات اللي مش قادر تخطفها او اللعيبه المنتميه قوي او اللعيبه اللي عقودها لسه فيها فتره ومش عارف تاخدها، تعمل لها تشتيت انتباه، تحط لها ارقام شويه ممكن تبقى خياليه، تحط لها تحاول تقول لهم ازاي ممكن يطلعوا من الفرقه بشكل من الاشكال. هل يعني شفت ده تحت نظريه يعني المؤامره ولا شفته ده شكل طبيعي يعني وده منافسه شريفه في لا يعني في انا مجال الرياضه؟ انا يمكن انا شفتها من بدايه الموسم ان انت كان في حرب شرسه على النادي الاهلي، لكن خلينا اقول لك ان في لعيبه كبيره، لعيبه النادي الاهلي لعيبه محترمه ثقافتها كبيره جدا، لعيبه عاوزه تلعب في النادي الاهلي ما بتبصش للاغراءات الثانيه. الحاجه الثانيه ممكن يقع منك واحد او اثنين يكون نفسيته ضعيفه او ان هو في دماغه حاجات تانية مش هو النادي الاهلي، لكن اللاعب النادي الاهلي عارف هو بيلعب فين وشخصيته فين واداؤه فين. لكن خلينا اقول لك في النهايه انت بتلعب مع النادي الاهلي بشعبيته الكبيره مش في مصر بس، في افريقيا وفي العرب. لكن النادي الاهلي ما بيبصش للحاجات دي او ما التفتش للحاجات دي. النادي الاهلي نادي كبير، والنادي الاهلي عنده ثقافه ان انت بتلعب على بطوله دايما. انا ما بروحش عشان الماده، الماده ممكن تروح، لكن انا لما بطل يا استاذ احمد انا واخد كام بطوله، انا عامل محقق انجازات ايه. لكن النادي الاهلي دايما هيفضل النادي الاهلي رقم واحد، والنادي الاهلي ثقافه النادي الاهلي بتختلف عن ثقافه اي فرقه في، مع احترامي، ثقافه اي فرقه في مصر. صحيح صحيح يا كابتن محمود. خلوني للاسف يعني يمكن النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والساده اعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضيه بينعون ببالغ الحزن والاسى احمد فخري اداري الفريق الاول لكره اليد رجال واللي وفاته المهنيه اليوم، داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الاسره طبعا الصبر والسلوان. خالص تعازي كمان اسره قناه النادي الاهلي لاسره الفقيد، ونتمنى ان شاء الله باذن الله انه يعني يكون مسواه الجنه ويلهم اسرته ان شاء الله الصبر والسلوان. طيب لو رجعنا مره ثانيه لمستر موسيماني، هل شايف انه المباراه النهائيه، طبعا احنا عندنا يمكن يعني ماتشات الدوري كان الاهلي الى حد ما في اريحيه فيها كابتن محمود، رغم انه راجل جه على ماتشات صعبه. يعني انا فاكر هو ابتدى لو ما خانتنيش الذاكره مقاولين ام بي بيراميدز تقريبا، يعني كلها ماتشات، بس كان الاهلي برضو خلينا نقول حسم البطوله، يعني ما كانش فيه حاجه ضاغطه على الفريق او على حسابات النقط وحسم البطوله. وبعد كده راح ماتش الوداد في قبل النهائي، كانت برضو الى حد ما في افضليه انك بتلعب ماتشين، الاول في المغرب والثاني في القاهره، في الى حد ما الضغط مش موجود بشكل كبير، ولو لا قدر الله ما قدرتش تعمل نتيجه ايجابيه في المغرب فعندك ماتش القاهره تعوض فيه. لا بس خليني اقول لك يا استاذ احمد، انا اسف يعني خليني اقول لك، يمكن انا يمكن في الدوري انت كنت عندك اريحيه زي ما حضرتك قلت بشكل كبير جدا تحصل على البطوله، فانت كنت بتجرب بعض اللعيبه او انت بتريح اللعيبه. لكن خلاص انت اللعيب المصري عنده ثقافه ان انت مرتاح، ان انت فارق عن اقرب المنافسين ب 20 بونت، خلاص انت خدت الدوري من بدري. فالناس كان يعني يمكن كانت تقول لك انا من الدور الاولاني الاهلي مخلص الدوري. انا خلينا نبقى صراحه، لان بلغه الكوره ان انت النادي الاهلي مش النادي الاهلي اللي ممكن يفرط في بنات بسهوله جدا. لكن النادي الاهلي من بدايه الموسم او من اول مباراه يمكن نازل وعقد العزم ان هو ياخد بطوله الدوري، يمكن الحمد لله يمكن كسب كل الماتشات مع مستر بايرن. لما جه مستر موسيماني مش على نفس الناق، لكن هو طور من اداء. الحاجه الثانيه اللي انا شفتها كان المحك او اللي انت تحكم على مستر موسيماني كان في مباراه الوداد اللي هي كانت مباراه اللي هي كانت في المغرب والمباراه اللي في مصر، يمكن عملها بشكل كبير جدا. لكن هي دي ظهرت
شخصيه موسيماني مع اللعيبه. انا متفق معاك، وكمان في فكره انه الراجل تولى المسؤوليه في فتره صعبه جدا، فاللعيبه كمان عايزه تقدم طبعاً للمدير الفني الجديد يعني احسن ما عندها. كل واحد عايز يقدم يرمي بياضه زي ما بيقول كده، ويوري للمدير الفني انا امكانياتي ايه وممكن اكون مفيد ازاي للفريق. طبعا هو يمكن كمان انا بشوف حاجه كمان، ان انت روحه مرح مع اللعيبه. أيوة. بيعرفوا يتكلموا معاه، بيهرجوا معاه. الراجل يمكن بيتعامل مع كل اللعيبه سواسيه، لكن انا بتكلم على رؤيته هو. لا يعني هو الماتشات بتاعت الدوري بطوله محسومه طبعًا. عايز يشوف الفرقه، عايز يجرب، عايز يرجع ياهل اللعيبه اللي كانت بعيده. ماتش الوداد طبعا كان يعني في توفيق كبير جدا ان احنا قدرنا نعمل نتيجه ايجابيه في المغرب، فجينا القاهره هنا واحنا مرتاحين. كل ده لطيف جدا، لكن في النهايه مفيش ضغط المباراه الواحده. صح. انت عندك النهارده النهائي هيتلعب من جوله واحده طبعًا. ودي برضو بالتاكيد في حسابات كره القدم طبعًا. بتمثل الى حد كبير لخبطه في الحسابات طبعًا. بتمثل الى حد لود على المدير الفني. هتلعب ازاي 90 دقيقه؟ هتلعب بنفس الطريقه بتاعتك اللي انت بتلعب فيها في فرده ذهاب وفرده اياب، ولا طبعًا. هتغير الطريقه؟ فريق الزمالك بالتاكيد فريق كبير، بما انه وصل النهائي هتعمل حسابه. هتلعب باسلوبك ولا طبعًا. هتغير فيه؟ هتلعب بطريقتك ولا هتغير فيها؟ شايف قرايه مستر موسيماني؟ خليني اقول لك، يمكن الله يكون في عون الجهاز كله، ان انت النهارده بتتفكر ان انت هتلعب بطريقه ايه، بتشكيل ايه، هتلعب بالخطه ايه. خلي بالك المدير الفني بيبقى محضر كذا سيناريو للمباراه. أيوة. ما بيحضرش سيناريو واحد. طب لو ما نفعش دي هينفع دي، لو ما نفعش دي هينفع دي، فبيحضر بيحضر كذا سيناريو للمباراه وكذا طريقه ان هو يقدر يلعب. حاجه ثانيه، عنده رؤيه في الملعب بشكل كبير جدا، والمدير الفني الذكي اللي عنده رؤيه يقدر ان هو يقرا المباراه بشكل كبير جدا، يقدر يغير بشكل كبير جدا، يقدر يغير من طريقه اللعب، ممكن يغير في الملعب من اللعيبه في اثناء المباراه، يقدر يذاكر الفرقه اللي خصم اللي قدامه ايه نقاط القوه والضعف. اكيد معاه ناس بتساعده بشكل كبير جدا، لكن خليني اقول لك يمكن هو نجح بشكل كبير جدا في مباراه الوداد الاثنين، سواء في المغرب او سواء في مصر، ان هو اعاد توظيف قفشه، ان هو صانع العاب، لكن قفشه بيروح من بيجي من تحت الامام، يمكن لما ضغط في اول دقيقه خلص كره ريحنا بشكل كبير. دي ما كانش موجوده او ما كناش بنشوفها بشكل كبير جدا. حاجه ثانيه، احنا ما كناش نشوفش حسين الشحات انه بيرجع يدافع، او كان لا الوقت بقى بيرجع وبيساعد محمد هاني في الناحيه الدفاعيه، ان انت معاك الكوره لا بترجع تدافع او بتقف في الحته الصح. حاجه ثانيه، بيبقى في ترحيل في الملعب من بعض اللاعبين. النهارده لو الكوره يمين بتلاقي كل الفرقه مرحله، الناحيه لو اتنقلت من ناحيه الشمال بتلاقي كل مرحله. حاجه ثانيه، بقى في يعني زي ما يقول ان احنا في قروب، يعني قرب للخطوط مع بعض، تلاقي الدفاع مع الخط النص مع الفراده في الخطوط متقاربه، ودي شكل كبير جدا. ودي هتبقى موجوده في نادي الزمالك، ان انت في مباراه الزمالك ما تديش مساحه للعيبه الزمالك، ودي هتبقى. لعبت كام ماتش اهلي وزمالك؟ لا لعبت كتير، يمكن انا لعبت اربع في كل الماتشات اللي انا لعبتها قعدت في نادي الزمالك، يمكن ما عدا مباراه واحده اللي هي اول مباراه ساعه ما تعاقدت من نادي الاهلي، دي اللي ما لعبتهاش، لكن كل الحمد لله كل الماتشات. ايه اصعب ماتش تفتكره الاهلي وزمالك؟ اصعب مباراه كانت سنه 96، يمكن كنا الزمالك فارق عننا ب 13 بونت، لكن الحمد لله طبعا لا ينسى. لا طبعا، يمكن من الماتشات اللي احنا نازلين، يمكن مستر هولمان ساعتها على فكره ده السيزون ده يا كابتن محمود من امتع مواسم الدوري العام في مصر كلها. لا انت وعايز اقول لك على حاجه، فرقه الزمالك كان فريق احلام. خلينا نبقى متفقين، فرقه كويسه جدا ونازلين، لكن انت نازل ملعب. يمكن عايز اقول لك، يمكن مستر هولمان قال لنا كلمه، انت عايز المباراه تبقى دلوقتي. يمكن الراجل قال لك البطوله بقى انتوا اللي عملتوا كده، وانتوا اللي جبتوا البطوله، وانتوا يعني قللتوا الفرق بينكم وبين الزمالك. احنا نزلنا بنلعب يعني مش شايفين حاجه غير المكسب. ايوه، بامانه ربنا، ربنا بيكرمك وتعمل مباراه هايله وتكسب، وده ممكن كل البطولات اللي النادي اللي بياخدها بتبقى مبسوط بيها. فكرني كده بالماتش ده. يعني كان مباراه، انا عاوز اقول لك الحاجه، يمكن المباراه دي على فكره الناس كتير بتتكلم تقول لك ان في حكام نزلت، هو في حكام نزلت كتير، ما احنا كنا برضو كلاعيبه كنا مشتتين. النهارده اتحاد الكوره باعت خمس ست طقم في الملعب بينزل يعاين المباراه. احنا ما احناش عارفين مين اللي هيحكم. فوجئنا لقينا الكابتن قادر عبد، احنا التزمنا، لان كان عندنا رئيس نادي يعني الله يرحمه قال لك احنا خدامين الحكام، ما حدش يتكلم مع الحكم، الحكم ده بيخطا لانه بشر. يمكن احنا ما كناش بنتكلم مع الحكم، ما كناش بنتكلم مع الكابتن قادر ابو عظيم، او بنتكلم في ناس كانت بتقول لك اصل ده اهلاوي وده زملكاوي. على فكره ما فيش انتماءات للنادي للحكام. أيوة. الحكم عاوز زي اللعيب، عاوز يبقى كويس. خبرتك في ماتشات الاهلي والزمالك ملهاش مقاييس؟ لا طبعا لها مقياس. ليها انت الخبره عندك، لازم يبقى في خبره في الملعب، لازم يكون عندك لعيب يقدر يمسك الكوره، يستحوذ على الكوره بشكل كبير، يكلم زمايله، يوجه زمايله بشكل كبير جدا. لكن المقياس في الكوره ان انت تبقى احسن، ان انت نازل انت تكسب،
فدي يمكن موجوده في شخصيه النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله انها تترجم يوم الجمعه اللي جايه، وان شاء الله لقائنا اللي جاي كابتن محمود نبارك ونهني يا رب ان شاء الله باذن الله. واعتقد انه كل جماهير النادي الاهلي ثقتها في رجاله الاهلي ونجومها كبيره جدا، وان شاء الله باذن الله انا متفائل بحاله التركيز. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق، انه بس يبقى يومنا وما تبقاش مع عندنا. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، وهتابع مع حضراتكم بالتاكيد يوميا وعلى مدار ساعه ونص نقابل حضراتكم فيها كل يوم اخر اخبار وتطورات واستعدادات فرقه النادي الاهلي لنهائي بطوله افريقيا. تحياتي لحضراتكم ونقابلكم بكره ان شاء الله.